الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى منفرد بتوحيد الربوبية، وشركهم كان في توحيد الألوهية. وقعت الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوحيد، توحيد الألوهية، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. وقال أنهم كانوا يريدوا من هذه، لا يعتقدوا أن هذه الآلهة تخلق وترزق وتدبر، بل أرادوا منها القربة والشفاعة، وهذا أخذناه في القاعدة الثانية من القواعد الأربع. فكل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. ووافق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة حق لله، قل لله الشفاعة جميعا. لكن الشفاعة تصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر، وأن يعتقد أنه سبب لا مؤثر بذاته. إذن كل من طلب القربة والشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وتقدم معنا تفصيل في الشفاعة، وقلنا الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعنا التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هذه التي عناها الإمام محمد عبد الوهاب أنها نوع من الشرك الأكبر، وقال هي التي نفى القرآن وتطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، خرج به فيما يقدر عليه المخلوق. قلنا تصح أن تطلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بأن يكون حي حاضر قادر سبب. الثاني الشفاعة المثبتة، أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وتطلب من الله، وتطلب من الله بثلاثة شروط: الإذن بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. وجمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. قلنا شيئا نكرة تعم كل شيء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وشفاعة عامة لكل موحد، للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وللملائكة وللصالحين وللشهداء وكل موحد وللأفراد يعني الأطفال الصغار. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. الشفاعة العامة لكل موحد، الشفاعة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنازة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين. الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، لأن الموحد لا يخلد في النار خلود أبدي، والذي يخلد في النار خلود أبدي قلنا المشرك شرك أكبر. والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. نعم. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. إذن الله سبحانه وتعالى علق الخلق به سبحانه وتعالى، وهؤلاء الكفار يريدوا أن يعلقوا الخلق بالخلق، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طلب الدعاء من المخلوق، هل يصح طلب الدعاء من المخلوق؟ قال: إذا كان فيه نوع افتقار هذا نوع من الشرك الأصغر. يأتي بعض الناس إلى بعض الصالحين ويقول: أنا يعني عندي كذا وكذا من المرض، وزوجتي بها كذا وكذا، فأريد أن تدعو لي لأني محتاج وكذا، ويظهر افتقاره للمخلوق، هذا نوع من الشرك
الأصغر. نعم، وإذا كان طلب دعاء حي وحاضر وقادر ويعتقد أنه سبب فهذا يصح، لكن الأولى تركه. نعم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ويتوكل عليهم، التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. وينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام: الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، قال هذا صرف لغير الله شرك أكبر. فهذا الذي يقصد المصنف بالتوكل في هذه في الناقض الثاني. فإذا اعتمد اعتماد مطلق وفوض جميع أموره إلى هذا الذي يقصد من الآلهة والأصنام على ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني قال توكل اعتماد على حي مع نوع افتقار، مثل ما ذكرنا في الدعاء أنه يفتقد للمخلوق، هذا نوع من الشرك الأصغر. إذن القسم الثاني من التوكل هو اعتماد على حي لا على ميت مع نوع افتقار. مثاله: بعض الناس ينفق عليه الأمير مثلا، يعطيه مكافأة كل شهر مثلا، تأتي لهذا الرجل تقول من أين لك المال والنفقة؟ يقول من هذا الأمير. طيب لو قطع عنك هذا الأمير النفقة والمكافأة هذه ماذا تصنع؟ قال أموت، أتشرد، أضيع كذا مثلا. إذن هذا عنده نوع افتقار إلى المخلوق، هذا نوع من الشرك الأصغر. ولو قال ما هذا الرجل وهذا الأمير إلا سبب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهذا ليس عنده أي شيء، أي نوع افتقار. إذن الأول من أنواع التوكل اعتماد مطلق وتفيض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، قال هذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوضت فلان. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة. في شؤون العامة وكل من يقوم على الحج، وكل من يقوم على المدينة، وكل في الشؤون الخاصة من يشتري له أضحية، وكل علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هديه عليه الصلاة والسلام. إذن سبب يعني مجيء الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثلا في تقسيم التوكل إلى ثلاثة أقسام لأنه هذا نوع من التفويض، لكن هذا لا يصح قلنا أن تقول توكلت على فلان، بل تقول وكلت، هذا معنى أنك أنت أعلى منه مرتبة. طيب إذن الخلاصة أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر صرفه لغير الله الأول، والثاني شرك أصغر اعتماد على حي معنى وافتقار، والثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول فوضت أي وكلت. نعم.